أعلن وزير الدفاع الأمريكي المؤقت مارك أسبر بقاء القوات الأمريكية في سوريا، وخلال جلسة استماع في البرلمان الأمريكي قال أسبر إن القوات الأمريكية المتبقية في شمال شرقي سوريا ستبقى هناك كجزء من القوة متعددة الجنسيات لمواصلة الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابية، مشيرا إلى أنه حرصا على أمن العمليات لن يناقش عدد القوات أو المواعيد النهائية للإجلاء. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف سيد محسن حزام الكاتب والمحلل السياسي السوري. سيد محسن أهلا بك معنا على أكسترا نيوز. بداية، تصريحات من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تتعلق بجبهة النصرة وعدم رغبة أطراف غربية هامة في المعادلة السورية خروجها من على قائمة التنظيمات الإرهابية وأيضا خروجها من سوريا، كيف تقرأ ذلك أو إلى أي مدى هو صحيح أيضا؟ بالنسبة لموضوع التصريحات، كلها تصب باتجاه خلاص من المنظمة الإرهابية الموجودة والمتمركزة في منطقة إدلب ومحيطة، وهي خاضعة لتوازنات دولية إن كان بالنسبة للروس أو الأتراك والتدخل الأمريكي في الشمال. كل هذا الموضوع يعني مفاده الخلاص من المنظمة الإرهابية، ولكن هذه التوازنات الدولية التي تتحكم في وجودها أو عدم وجودها لهذا التاريخ. إنما القرار الأساسي التي خرجت منه أستانا بالتوافق الروسي التركي على أن تحاصر هذه المنظمة يتم إخراجها من منطقة إدلب لتحقيق السلام المستدام في هذه المنطقة وعدم دخول إليها من قبل القوات العسكرية. ولكن هل الولايات المتحدة تسعى في عكس هذا الاتجاه؟ لهذا التاريخ هذا صحيح، يعني لا زال عم حاولوا الاستفادة من وجوده لتحقيق التوازن العسكري وعدم إنهاء هذا الدور العسكري في تلك المنطقة نتيجة المصالح التي لا زالت تتصارع داخل سوريا من أجل أجندات موضوعة بين القوى المتدخلة في الحالة السورية. تصريحات جديدة لبقاء القوات الأمريكية في سوريا بعد تصريحات عديدة وقرارات سابقة بإجلاء كل القوات والجنود الأمريكيين من على الأرض السورية. برأيك أستاذ محسن، ما الجديد الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية لبقاء جنود أو لإبقاء جنود في سوريا الآن؟ أنا برأيي كافة التصريحات التي تصدر عن الإدارة الأمريكية بخصوص الانسحاب أو استمرار الوجود في الشمال السوري هي تصريحات إعلامية ليست إلا لسبب كثير وجيه، لأن الأمريكان من خلال قوات سوريا الديمقراطية ومن خلال دعمهم لهذه القوات في تلك المنطقة وبين يدهم بشكل أساسي على النفط والغاز في المنطقة ومتصرفين بشكل كامل، وهي حالة احتلال حقيقية يعني، والذي يؤكد ذلك أن الدعم الجديد لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الجديدة المتطورة لإحداث توازن في المنطقة لا يستطيع من خلاله لا دخول القوات السورية ولا دخول أي قوة أخرى سوى الوجود الأمريكي، أكان بتعداد قليلة أو بوجود الحالي كما هو موجود عسكريا ولوجستيا على الأرض. هل التصريحات التي تتعلق بعدم الإفصاح عن أعداد العسكريين في أو الجنود الأمريكان في سوريا وعن مواقيت أو توقيتات الإجلاء، هل هي بالفعل لها علاقة بأمن هذه المجموعة أم لها أهداف أخرى في الساحة السورية الآن؟ هو الأهداف الأمريكية باتت واضحة في الشمال السوري كما أهداف القوى المتدخلة بالداخل السوري عسكريا ولوجستيا. هذه الأهداف هي محصورة للاستفادة من قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على يعني
أمتار كبيرة جدا من الأرض السورية جغرافيا وخاصة في الشمال السوري، وبالتالي وجود خبراء أو عسكريين واستمرارهم في تلك المنطقة يخدم المخطط الأمريكي في استدامة الحرب داخل سوريا وعدم إنهائها إلا بتوافقات دولية، لأن المسألة السورية أصبحت مرهونة لهذه التوافقات. شكرا لك أستاذ محسن حزام الكاتب والمحلل السياسي السوري.